في الأقصر هنا بصراحة شبه منعدم، الحال واقف جدا يعني. يعني مفيش غير أوبر دي الغردقة اللي بيجي بس يعمل وقفة كده في الغرب ويمشي على الساعة 6 أو الساعة 5، غير كده كل مراكب وقفة. كل الفنادق يعني آخر معلومة عرفتها إن الأولد وينتر اللي هو أشهر فندق في الأقصر بيحاول يجيب زباين عن طريق إن هو يخلي الدرينكات كلها أول إنكلوسيف، كل حاجة فري، ومعزة برضو 90% من الغرف فاضية. مش عارف الأزمة دي طولت جدا يعني. إحنا لينا سنتين ما شفناش سياحة، قلنا السيسي هيجي يعدل البلد وهتنزل السياحة بعودة أمن واستقرار، مفيش أي سياحة. الناس اللي شغالة في مجال السياحة تقريبا باعوا أساس بيوتهم، ملاقيين شغل، هيعملوا إيه؟ الحجوزات الأوروبية ضعيفة جدا، فإحنا مخنوقين وتعبانين جدا. بعد ما كنت مرشد وليا وضعي وليا مكانتي وبصرف وبعيش، دلوقتي مش قادر اعيش يعني. خلاص الفلوس اللي معايا قربت تخلص، اعيش ازاي؟ طيب انا دلوقتي هنعيش ازاي والدوله مش سائله فينا ولا حد عامل لنا اي حاجه؟